قلت والله اقرب كوكب للشمس هو ايه السؤال ده؟ ما له علاقه بالسينما ده. مش دعوه هو هنا بقى مريخ. لا ايه ده بقوله ده؟ سن استني يا نهار ابيض المجموعه الشمسيه رجع سولار سيستم راح سي بقى وبتاع فين؟ ابني هيزعل مني قوي ده بيحب الكواكب قوي. طب ايه؟ طب ينفع استعين بيوسف؟ اتكلم ابنك؟ كلمه هو في المدرسه دلوقتي. طب استنى حمو كلمه استنى معلش يا جماعه بستعين بالفار تمام استعين بالصديق تمام ايوه مامة يوسف احنا على الهوا ماشي عشان بس ايه اللي مركزين مع بعض يا مامة يوسف والنبي اسالي لي يوسف كده ايه الكوكب اللي بعد الشمس على طول في السولار سيستم قولوا لي ابوك مزنوق في السؤال على الهوا يا يوسف يا يوسف الحق ابوك يا ابني تمام يعني واثق من الفوز ولا هقوله بعد كده هتحرج ميركري لا يبقى استنى مش غلط انا كده هاخد نمرتين على فكره تمام سيبوسي لي يوسف وقولي له رفعت راس ابوك اسلمي لي ربنا يخليك قولي له حبيب حبيب قلب بابا يا يايو اسلمي لي معلومه صح وهقول له وهجيب له وهقول له هجيب لك شوكولاته وهو راجع ماشي من عينيا تمام معلم حصل تمام اسلمي لي خداني نقطتين اسلمي يا حبيبي ماشي بابا لا صارف ومكلف على التعليم الحمد لله الحمد لله يعني اهو الحمد لله فضل من الله اهو ميركري حضرتك الاجابه ميركري الاجابه ميركري الاجابه ميركري والاجابه صح الاجابه صح الولد يستمر في المدرسه دي بس كده الحمد لله الحمد لله الولد الفلوس حلال الحمد لله الفنان نجيب الريحاني من اصل عراقي سوري مغربي عراقي شاطر وكنت عارفه انك هتعرف الاجابه صح 8 8 ونص 2 ايه 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 كل ده انت بتنط الدرجات فيلم الحفيد اخراج مين؟ مش لا مش مش فاطمه لا فاطمه عمال منتقد خلاص ساعتها لا نازل مصطفى لا عاطف سالم اوكي استاذ عاطف سالم استاذ أيوة. كله ماشي خسرت كده نقدر نقول ان انا غلبتك برضه النهارده ماليش دعوه مالي بص ما هي اي دعوه نلعبها انا بكسب انا بكسب دايما يا طارق غلبتك في الكوره في حلقه عندنا يا جماعه اتفرجوا عليها على السوشيال ميديا اتفرجوا عليها 17 واحد انا جبت 17 جون والجون اللي انت جبتيه فيا انا جايبه لك بنفسي بلاش حرام افترى ده انا مجاوب على كل معظم الاسئله من 8 ونص 4 خليتيها تبقى كسبانه على فكره الكرو اون سيت كله كان بيساعدك مين يا نرجع للمونتاج هم ساعدوني مرتين فقط الله فقط لا غير ويوسف ساعدني مره وقال ثلاثه ايوه بس كده الله ماشي ماشي يا استاذ طارق بجد ميرسي قوي 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 على الانترفيو ده والله بجد كل مره بقعد معاك وبيبقى لقاء فعلا مختلف ومميز وبنضحك وبنهزر وبنسى ان في كاميرات الله يسعدك يا رب ده انا والله العظيم بتشرف وانبسط ويعني ببقى سعيد جدا يوم ما بطلع معاك ربنا يخليك ميرسي يا طارق قوي قوي بجد هسالك سؤال اسالني لو عرفتيه تكسبي انا عايز اكسب نسال سؤال بقى حلو قولي لي يا استاذه يا نهار ابيض ايوه ابو جبل في فيلم رمضان مبروك ابو العالمين حمودي هنقفل الحلقه حالا عشان حضرتك جاب كام كمل 50 مش عارفه صيف كان نفسي والله كان نفسي اجاوب كان نفسي اكسب لا بجد يا طارق كل مره بقعد معاك بتبسط جدا جدا وبنسى تماما ان احنا في انترفيو ولا في اي كاميرات ولا اي حاجه بجد والله كالعاده يعني ربنا يخليك ليا ميرسي جدا لا. جدا ومستنيك في اللعبه الجايه بقى ان شاء الله صح في الجونه برضو ولا تبقى فين؟ هتكلميني برضو هغلبك صح ده العايز هكسب وفي الاخر هتكلميني صح؟ انا كل مره بكسب ميرسي يا طارق ربنا يخليك يا رب ميرسي